إذن نعود على حضراتكم هذا الخبر، إذ أنه بعد تدخل من الهيئة العامة للاستعلامات تراجعت وكالة بلومبرج العالمية وقامت طبقا لما ورد في بيان للهيئة بسحب وإلغاء منشورات سابقة أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ونشرت بدلا منها نصوصا مصححة لهذه المنشورات على الصفحات الأربعة التابعة للوكالة على منصة فيسبوك، معترفة بأن ما سبق نشره لا يلبي المعايير التحريرية للعمل الصحفي بوكالة بلومبرج. حيث صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن هذا التراجع والتصحيح قد جاء عقب تدخل مباشر من جانب هيئة الاستعلامات، وذلك لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة عن الاقتصاد المصري، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن تقرير للوكالة نفسها نشرته يوم السبت الماضي عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري. كما أضاف ضياء رشوان أن احتجاج الهيئة قد جاء في إطار دورها في متابعة ما يتناوله الإعلام الدولي عن شؤون مصر الداخلية وسياساتها الخارجية، وكذا مواجهة ما يتم نشره وترويجه من مغالطات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه قد تم التواصل مع مسؤولي وكالة بلومبرج حيث طالبتهم هيئة الاستعلامات بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي، كما طلبتهم كذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء من قام بهذا التجاوز غير المقبول وضمان عدم تكراره. كما اختتم بيان الهيئة العامة للاستعلامات بمناشدة جميع وسائل الإعلام العالمية بتحري الدقة والالتزام بالمعايير المهنية وأخلاقات العمل الصحفي والإعلامي في تناولها للشؤون المصرية، خاصة في مجال الاقتصاد، حيث يكون لما يتم نشره من شائعات ومغالطات تأثيره على حركة الاستثمارات والتجارة والسياحة بشكل مباشر. كما طلب البيان مراسلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدين في مصر بالاستناد إلى مصادر موثوقة والاطلاع على البيانات والمصادر الرسمية في تناولهم للموضوعات والشؤون المصرية.